خلاف بسيط بين حارس ليلي وصديقه ينتهي بجريمة قتل في المغرب. إليكم تفاصيل الواقعة. بمنطقة البرنوسي بمدينة الدار البيضاء اعتقلت الشرطة والقضائية رجلاً ثلاثينياً يعمل حارساً ليلياً، وتمت إحالته إلى الوكيل العام للملكي في محكمة الاستئناف بجناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت بعد تورطه في قتل صديق له بعد خلاف بينهما. الضحية تربطه بالمتهم صداقة وطيدة وفق ما ذكرته صحيفة الصباح المغربية، إذ يشاركه جلسات خلال إشرافه على حراسة السيارات ليلاً، إلا أنه قبل يومين من وقوع الجريمة تجادلا بحدة وكادا يتعاركان لولا تدخل الجيران لفض النزاع، لكن حدث بعدها ما لم يكن متوقعاً. ففي صباح اليوم الموالي بينما كان الحارس الليلي يهم بالمغادرة، حدث نزاع جديد بينه وبين صديقه، فغادر الأخير صوب منزله وحضر رفقة بعض أفراد عائلته الذين حاولوا مشاركته الاعتداء على الحارس، إلا أنه في خضم النزاع وجه الحارس طعنات قاتلة لصديقه. السلطات والأمنية حلت بمسرح الجريمة وتم نقل الضحية إلى المستعجلات لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة، وتم اعتقال المتهم وهو بصدد الفرار صوب وجهة مجهولة والذي بدت عليه صدمة كبيرة، إذ لم يتوقع أن يتورط في جريمة قتل. ما تعليقك على الواقعة؟